برافو وداديين الرجاويين، احتفالات رائعة جدا. يلا يا سلام يا سلام يا سلام، ألف 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 مبروك المنتخب المغربي وجماهير منتخب المغربي من طنجة إلى القويرة العزيزة. احتفالات في المستوى. كما كتسمعوا مباشرة من كازا دار البيضاء، احتفلنا فرحنا جماهير المنتخب المغربي، تاهما احتفلوا بعد التأهل رسميا للمنتخب المغربي إلى مونديال قطر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تبارك الله تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام على جماهير المنتخب المغربي. شوفوا معنا اخوتي الاجواء رائعه جدا، خروج جماهير ديال المنتخب المغربي بعد نهايه المباراه بين الكونغو الديمقراطي والمنتخب المغربي، فوز المنتخب المغربي الرباعيه الواحد. كما كتشوفوا جماهير ديال المنتخب المغربي كلهم خرجوا من التيران كيحتفلوا غادي في الشوارع. المهم الاجواء جميله رائعه جدا، كلشي يحتفل كلشي يستمتع. ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم ما افضل ما احسن باذن الله. المهم كلشي بخير كلشي داز على خير الحمد لله والشكر لله. الحاجه اللي مهمه عندنا حصلنا عليها هي التاهل الى مونديال كاس قطر، كاس العالم قطر. ها انتم اخوتي الاجواء رائعه جدا. كما كتشوفوا احتفالات الجماهير ديال المنتخب المغربي. تبارك الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. مباشرة من كازا من طل البيضاء، احتفالات رائعة جدا. يا سلام يا سلام يا سلام على الاحتفال. ما كتشوفوا الشوارع ديال كازا بعد نهاية المباراة كلهم كيحتفلوا بالطريقة ديالهم. المهم الأجواء جميلة ديال الاحتفال جماهير المنتخب المغربي بعد التأهل رسميا للمنتخب المغربي. صحتك اخويا الله يحفظك. كما كتشوفوا كلهم طانوبيلات فيهم الرايه المغربيه وكيحتفلوا. اش غادي نقول لكم، احتفال رائع جدا جميل.